بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي طلبة المرحلة الثانية. هذا هو الفيديو التوضيحي للمحاضرة الثانية عشر في مادة الإلكترونيك. نكمل ما أخذناه بالمحاضرة السابقة. بالمحاضرة السابقة أخذنا الكومون بيس كونفيجريشن، ربط القاعدة المشتركة. الآن شو راح ناخذ؟ الكومون إميتر كونفيجريشن. إحنا قلنا بالكومون بيس كونفيجريشن راح يكون القاعدة هي المشتركة بين الإنبوت والاوتبوت للترانزستور. بالمحاضرة هذه راح ناخذ الكومون إميتر كونفيجريشن، يعني راح يكون الإميتر هو المشترك بين الإنبوت والاوتبوت بالنسبة للترانزستور. نجي لتوزيع التيارات وطريقة ربط المصادر لهذا النوع من الترانزستورات. المصدر الإنبوت راح يكون عن طريق البيس، الفي إنبوت راح يكون عن طريق البيس، يعني هذه راح تكون الفي ان، والفي اوتبوت راح تكون بالكولكتر، هاي في اوتبوت. ففي انبوت بالبيس وفي اوتبوت بالكولكتر راح يكون الارث هو الاميتر، فلذلك راح نسميه الكومون اميتر. توزيع التيارات بشكل التالي: بالان بي ان جكشن راح يكون التيار منبع من الكولكتر بهالاتجاه هذا، والبيس راح يكون تيار بهالاتجاه هذا، انجمعا بالإميتر اللي هو الباعث، فراح يكون IE مثل ما أخذنا سابقا وقلنا قاعدة عامة هو IC زائد IB. هذا القانون الأول، قانون التيارات. و بالنسبة للبي ان بي جنكشن هي نفس الحالة، راح يكون هم التيار اللي هو الاي اي هم حاصل جمعهم مثل ما موجود عندكم بتوزيع التيارات اي سي زائد اي بي، راح يكون هالمصدر هذا اتجاه التيار بهالشكل هذا لان الموجب ينبع ويرجع للسالب، وهنا ايضا راح يكون اتجاه التيار بهالشكل هذا، هذا اتجاه التيار الاي سي، هذا اتجاه التيار الاي بي، هذا اتجاه تيار الاي. بالرموز احنا قلنا، هاي نعيدها الملاحظة، قلنا هذا السهم يأشر لي على شنو؟ يأشر لي على اتجاه التيار، وايضا يأشر لي على الاميتر، جهة الاميتر اللي هو الباعث. انتبه لهذا ايضا، يكون السهم باتجاه التيار بهالشكل هذا اتجاه التيار، ويأشر لي على الاميتر، وينطيني ايضا نوع الترانزستور، يعني هذا الترانزستور هو شنو؟ قلنا يأشر على الجزء النيجاتيف، فراح تكون بي ان بي، وهذا الترانزستور راح يأشر لي ايضا، السهم يأشر لي على النيجاتيف، جزء الطرف النيجاتيف راح يكون ان ان بي، يعني ان بي ان، مفهوم؟ فهذا ترانزستور نوعه ان بي ان، وهذا ترانزستور نوعه بي ان بي. منين استدلنا على هذا الشيء؟ من السهم الموجود عندي اللي هو قلنا يأشر اتجاه السهم يأشر عن نيجاتيف، واتجاهه ايضا ينطيني اتجاه التيار بالإميتر، وهو السهم موجود دائما على طرف الإميتر، على طرف الإميتر. هذه ملاحظة جدا مهمة لازم تنتبه لها حتى تعرف وين الإميتر وين الكولكتر وين البيس، لأن أنت عندك بالأسئلة ما راح تجيك موجودة ذني الرموز، قد ما تجيك فلازم أنت تأشرهن حتى تأخذ عندك اللوبات الصحيحة. بنفس الوقت هسا عدنا شنو قلنا؟ حتى نحسب الـ VCE راح تكون عندي هنا أنا موجب اتجاه الكولكتر، موجب سالب، مثلا موجب سالب، وهنا ايش راح تكون عندي؟ راح تكون عندي سالب هنا وموجب باتجاه التيار.
هذا ما يخص الكومون إميتر كونفيجريشن. ننتقل إلى النوع الثالث والأخير اللي هو الكومون كولكتر كونفيجريشن، راح يكون ربط الدائرة بهالشكل هذا، وأيضا عندنا اتجاه المصادر راح يكون بهالشكل هذا. هذا موجب سالب راح يكون اتجاه التيار بهالشكل، وهنا أنا عندي الموجب راح يكون اتجاه التيار بهالشكل، وإحنا راح يكون الكولكتر. هسه شوف هذا الجزء الإميتر وهذا البيس وهذا الكولكتر، راح يكون الكولكتر هو مشترك بين الان، هاي الفي ان وهاي الفي اوت مثلا. هذه عندي الانبوت راح تكون على البيس، والاوتبوت راح تكون على الاميتر، والكولكتر هو راح يكون المشترك بيناتهم. وايضا هنا انا عندي اتجاه التيارات، اتجاه التيارات بالرسم. هنا انا عندي راح يكون موجب سالب، هنا راح يكون عندي سالب موجب. هذا قلنا شنو؟ هذا N P N، وهذا شنو؟ بما أنه اتجاه التيار راح يكون P N P P N P junction، وهذا N P N. وأيضا هذا السهم أشر لي على الإميتر، لو تلاحظه أشر لي على الإميتر. هذه الملاحظات جدا مهمة. هنا الفولتية عندنا راح نعيدها، تسمى الفولتية بي، خدناها بالمحاضرة السابقة. وهنا الفولتية هي فولتية السي، وهنا في اي، والعلاقة بيناتهم هنا عندي في سي اي، وهنا عندي في بي اي، وهنا عندي في سي بي. هذني لازم تحفظهن، وقوانينهن خدناهن كل واحدة على حدة، وقلنا نعيدهن. التيار الإميتر، هذني أهم القوانين نستخدم بحال مسائل الترانزستور. تيار الإميتر هو حاصل جمع بين تيار الكولكتر زائدا تيار البيس، هذا القانون الأول. القانون الثاني قلنا الـ VBE هي فولتية البيس ناقصا فولتية الإميتر، وهذا أيضا عندنا الـ VBE قلنا عامة تساوي لـ 0.7. هذا القانون الثاني، وهذا الثالث. الملاحظة الثالثة، الملاحظة الرابعة، هذا ملخص عن الكومون إميتر والكومون كولكتر والكومون بيس. هذه قاعدة قواعد عامة. الفي سي بي هي في سي ناقصا في بي، 5 هي الفي سي اي هي في سي ناقصا في اي. وعندنا ايضا خدنا البيتا اللي هي قلنا العلاقة بين الكولكتر والبيس، اي سي على اي بي. وخدنا الالفا اللي هي قلنا العلاقة بين الكولكتر اي سي على والإميتر. هنا قلنا بما انه الاي سي دائما اكبر من اي بي، فالبيتا بشكل عام هي دائما اكبر من الواحد حتى نعرفها بالسؤال. والألفا بما أنه الآي سي أصغر من الآي إي، فالألفا هي دائما أصغر من واحد. علاقة التيارات، علاقة التيارات قلنا من هذا القوانين نقدر نشتقن علاقة التيارات، يعني الآي سي يساوي لي البيتا في الآي بي، يعني الآي سي مثلا يساوي لي بيتا آي بي. من هذه العلاقات نشتق، وعندنا الآي سي يساوي لي ألفا في الآي إي. ونشتق باقي قوانين التيار أو الفولتية بالاعتماد على ذن القوانين الموجودة أمامنا، وأيضا بالاعتماد على اللوبات. راح نأخذ أمثلة تطبيقية على هذا الموضوع. مثلا هذا الترانزستور أو الدائرة الإلكترونية اللي تحتوي على ترانزستور الموجودة أمامكم بالشكل. لو ردنا نوجد القوانين اللي تخص هذه الدائرة، على سبيل المثال أول خطوة بالسؤال عندنا هذه الدائرة، هنا عند الـ VN مالتي وهنا الـ VOUT، مفهوم؟ هنا الـ VN والـ VOUT. راح نعطي أهم الملاحظات على هذا الشكل الموجود أمامكم وتطبق على جميع الدوائر الإلكترونية الباقية. يعني هذا الـ VN وهذا الـ VOUT اللي موجودة عندي،
بالنسبة للفي سي سي، الفي سي سي جاية عندي بالكولكتر. شوف هسه هذا الجزء، هذا الطرف هو الكولكتر، وهذا الطرف هو البيس، وهذا الطرف هو الإيميتر، مفهوم؟ هذا عندنا الكولكتر، هذه واضحة، هذه النقاط الرئيسية بالترانزستور. قلنا على اتجاه التيار صارت هاي موجب سالب اللي هي الفي سي اي، هذه عندي هنا من البيس للإيميتر هي الفي بي اي، هذن الفولتيات الرئيسية والتيارات الرئيسية ايضا مؤشرة عندي، وهذا التيار الإيميتر راح يكون بالاتجاه هذا اي اي. عند القوانين المهمة الموجودة هنا بهذا السؤال، او اول قبل لا نجي نحكي القوانين المهمة، خلينا نوضح نقطة مهمة. الفي سي سي، الفي سي سي هنا على التوازي على هذه النقطتين، التوازي على هذه النقطتين، فنقدر هنا نخليها في سي سي، وهنا ايضا نخليها في سي سي، ما عندي مشكلة. يعني هاي الفي سي سي ارفعها خليها بالطرفين ذني، فما يصير عندي مشكلة. ليش؟ لان هذا الطرف على التوازي مع هذا الطرف، الطرف اليمين على التوازي مع الطرف اليسار، فنفس الفولتية اللي من طرف للأرض هي نفس الفولتية من هذا الطرف، يعني نفس الفولتية اللي من هذا الطرف للأرض هي نفسها من هذا الطرف للأرض. هذه الملاحظة جدا مهمة تتبعها بحل الأمثلة. يعني لو أخذنا لوب بهذا الطرف هو ناخذ الفي سي سي مباشرة، واللوب اللي بالطرف الثاني ناخذ الفي سي سي أيضا مباشرة. هذه نقطة مهمة. نجي لمن، نرجع للسؤال أو نرجع للشكل الموجود أمامكم، الدائرة الموجودة أمامكم. أول قانون عندنا هو الـ IE يساوي لـ IC زائد IB، هذا القانون اللي عندنا عام لهذه الدائرة. نجي لو أخذنا، لو أردنا نطلع إحنا حتى نطبق هذا القانون، نوجد إما هذا وإما هذا أو هذا. عندنا حسب أغلب الأمثلة اللي لازم نوجده هو الـ IB، اللي هو الـ IB أغلب الأمثلة، وينطينا بيتها بالسؤال أو ما ينطيناها، هذه كل حالة وراح نجي نشرحها. فناخذ اللوب من الكولكتر أو من البيس للإيميتر، يعني البيس إيميتر لوب، هذا البي اي لوب من البيس للإيميتر. راح نجي أول شيء عندي الفي سي سي، هذا البيس إيميتر لوب، هذه بيس إيميتر لوب، أول وحدة الفي سي سي، أول فولتية عندي موجودة. جيت وصلت لهنا أنا راح أوضح لكم، أول فولتية عندي هاي الفي سي سي، الفولتية الثانية هذه اللي هي فولتية الار بي. هنا أنا عندي الفي سي سي شنو؟ موجبة، فبنوزع قطبية راح أوزع موجب سالب، مفهوم؟ وهنا همين راح أوزع قطبية موجب سالب، حتى أجي أنا نحل السؤال راح أعرف الفولتيات القطبية إيش راح تكون عندي. فالفي سي سي هذه أول فولتية موجبة، جيت لهنا أنا ثاني فولتية هي فولتية الار ناقصا، شوف موجب سالب راح تكون ناقص، ناقص في ار، يا هي بي في ار بي، يعني فولتية مع المقاومة اللي موجودة على البيس. الفولتية اللي بعدها مباشرة راح تجيني، انتبه يمي، يا هي الفي بي اي، شنو قطبيتها؟ سالبة، لأن موجب سالب، موجب سالب راح تكون ناقصا في بي اي. شو يساوي لي بعد ما عندي هنا مقاومة مباشرة للأرض؟ إذن انتهى اللوب ويساوي صفر. الخطوة اللي بعدها راح أوجد التيار، هنا أنا عندي بين قوسين راح أوضح لك إياها، الـ VRB هي IB RB،
راح أعوض بمكانها، راح أقول VCC. هذه راح أشرحها بالتفصيل بهذا المثال. بالأمثلة الباقية مباشرة نبدي نحل ما نشرح بهالتفصيل هذا. راح تكون IB RB ناقصا VBE، هي دائما 0.7، راح أخليها VBE حتى نكتب قانون عام يساوي صفر. هسه ايش أجي أسوي؟ أحول هذه لهذا الجهة، راح تكون موجبة، وذني أعوفا هنا أنا بهذا الطرف هذا، راح تكون VCC يعني مباشرة عندي هاي VCC ناقصا VBE يساوي لي IB RB. إذن IB يساوي لي شنو؟ IB هذا شو يساوي لي؟ يساوي لي VCC ناقص VBC BE على RB. هذا القانون الخاص بهذا المثال، يعني التيار الموجود اللي يمر بالقاعدة IB هو عبارة عن فولتية VCC ناقص الفولتية اللي موجودة من البي للإي اللي هي 0.7 على RB. ليش؟ لأن هنا موجودة عند مقاومة واحدة. هذه بالنسبة لهذا القانون أو هذا اللوب. اللوب الثاني مثلا، يعني هذا قلنا البي إي لوب، البيس إميتر لوب. عندنا الكولكتر إميتر لوب، كولكتر إميتر لوب. شنو نحصل منه؟ نحصل من عنده أيضا نجي نقول في سي سي ناقصة آي سي آر سي اللي هي نفسها في آر سي، فولتية على آر سي ناقصا في سي إي مباشرة بعد انتهى اللوب يساوي صفر. هذا اللوب الثاني اللي يسموها كولكتر إميتر لوب، كولكتر إميتر لوب. من هذا اللوب شو نحصل؟ عندنا آي سي وجدناها، لأن احنا إذا وجدنا الآي بي، إذا طلعت عندنا الآي بي مباشرة طلعت عندنا الآي سي وطلعت عندنا الآي. ليش؟ لأن موجودة عندنا البيتا ونطلعهن، طلع قيمهن، مفهوم؟ فهاي الآي سي موجودة، الآر سي موجودة، الفي سي سي موجودة، راح تطلع عندي الفي سي إي اللي هي هذا اللوب يختص بالفي سي إي. في سي إي يساوي لي في سي سي ناقص آي سي آر سي. هذا المطلوب من هذا اللوب. وعندنا لوب بعد ثاني نقدر ناخذه اللي هو بين البيس والكولكتر، بي سي لوب، يعني من البيس للكولكتر ايضا ناخذه ونطلع من عنده الفي سي بي اذا طلبت من عندي بالسؤال. ناخذ مثال تطبيقي على هذا الموضوع. مثالنا هو اللي اخذناه بالمحاضرة الاولى، واشتقينا قوانينه، اشتقينا معادلاته، هسه راح نعيده بالارقام. المثال شنو يقول؟ determine the voltage VCP. VCP وين صايرة؟ هسه راح نوضحها على السؤال. والcurrent الIB for the common base configuration. نجي نوضح الفولتيات. الفولتية منا طبعا مطين البيتا يساوي 60، خاف ما أفحتكم، هاي البيتا يساوي 60. الفولتية اللي هنا هي الفي، احنا عندنا هسه هنا الاميتر. شلون عرفنا الاميتر؟ من قلنا من خلال اتجاه السهم، من خلال اتجاه هذا السهم الموجود، مفهوم؟ هذا عندي الاميتر. فعندي ال في سي اي هذه نال كولكتر، وهنا عندي البيس، مفهوم؟ هذا عندي الإميتر والكولكتر والبيس.
الفولتية الثانية عندي اللي هي ال V سي بي راح تكون بهذا الاتجاه، هذا من هذه النقطة إلى هذه النقطة. والفولتية الثالثة الموجودة عندي اللي هي النقطة منها لهنا من هذه النقطة اللي هي ال V بي اي، مفهوم؟ هذه عندنا موجب سالب، ليش؟ قلنا على اتجاه التيار. هذا القطبيات مال السؤال، هنا أنا عندي سالب، هنا راح تكون سالب موجب، حتى من ناخذ اللوبات هنا أنا موجب راح تكون عندي موجب سالب قطبية مال ذني المقاومات، حتى من ناخذ لوبات بعد ما عندي مشكلة. أول لوب ناخذه قلنا البيس إميتر لوب، البيس إميتر لوب، بيس إميتر لوب، بي إي لوب، بيس إميتر لوب راح يكون عندي هنا أنا عندي أخذ بهالاتجاه هذا موجب سالب موجب، أو بهالاتجاه هذا مو مشكلة عندي، فسالب راح نأخذه مثل ما أخذنا بالمحاضرة الأولى، سالب V E E، هذا V E E أول فولتية عندي بالسؤال، سالب V E E زائدا V R E، هذه الفولتية ال R E، ليش خدناها زائد؟ لأن قطبيتها سالب موجب V R E. الفولتية الثالثة اللي بعدها هذه على السؤال ال V B E زائدا V B E، شو يساوي؟ يساوي صفر، انتهى اللوب لأن وصار رجع لنفس النقطة هذه بعد. هذا اللوب الأول. من اللوب الأول راح نجي هذه بين قوسين للتوضيح VRE هي IE RE، فراح تكون الـ IE تساوي لي VEE ناقصا VBE على RE، وتساوي لي VE يجد 4 فولت ناقصا VBE موجودة عندنا دائما قلنا VBE يساوي لي 0.7 فولت، هذه قاعدة عامة، ناقصا 0.7 على الـ R يجد 1.2، يجد راح تكون قيمتها، راح تكون قيمتها 2.75 ملي أمبير. هذا التيار خلنا نوضحه حتى إذا نحتاجه مرة ثانية بالسؤال مباشرة نأخذه. عندنا البيتا هي شقد 60، بما أنه البيتا موجودة أي تيار وجدنا نقدر نلقى من عنده التيارات الباقية، فراح نجي مباشرة نلقى ال I C ونلقى ال I B، نلقى ال I C ونلقى ال I B. عندنا قوانين خذناها بالمحاضرة السابقة، هي مثلا عندنا قانون ال I E شو يساوي لي؟ اللي اشتقيناه قلنا بيتا زائد واحد اي بي، من هذا القانون راح نشتق القانون الاي بي. وعندنا قانون ثاني هو الاي سي اذا تذكرون يساوي لي الفا اي اي، وعندي قانون الالفا يساوي لي بيتا على بيتا زائد واحد. هذين القوانين الثلاثة الموجودة عندي دائما استخدمها لإيجاد تيارات الباقية من خلال إيجاد تيار واحد. يعني هسه مثلا طلع عندي الـ IE راح أطلع الـ IC والـ IB. الـ IC حسب القوانين الموجودة عندي يساوي لي ألفا IE، إذن بيتا، إذن يساوي لي بيتا على بيتا زائد واحد
بيتا على بيتا زائد واحد اي سي اي اي ويساوي لي بيتا زائد 60 على 61 في 2.75 ملي امبير ويساوي 60 على 61 اقل من 1 تقريبا راح تطلع 2.7 ملي امبير. هذه الاي سي. الاي بي شلون نوجدها؟ الاي بي من هذا القانون عندي اي اي انتبه يمي هذا القانون اللي هو الاي اي بيتا زائد 1 اي بي. اذا اي بي شو يساوي لي؟ اي اي على بيتا زائد 1 فراح يكون اي اي على بيتا زائد 1 ويساوي لي اي 2.75 على بيتا زائد 1 يعني 61 ويساوي لي تقريبا 45 مايكرو امبير. وذات الدبل ملي امبير فهو يحسب 0.045 ملي امبير. تقدر تكتبه بالملي امبير او المايكرو امبير مو مشكله يعني جدا قليل. راح نوضحهن خاف نحتاجهن بالمطلب اللي بعده. هذا الاي بي والفوقه الاي سي. هسه نجي واحد من مطالب السؤال طلع هذا اللي هو الاي بي وجدنا اللي هو قلنا 0.045 ملي امبير او 45 مايكرو امبير. المطلب الثاني اللي هو الفي سي بي انتبه يمي. الفي سي بي اللي هو رايتها من عندي بالسؤال الفي سي بي شو تساوي لي؟ تساوي لي الفي سي ناقصا الفي بي صح لو لا؟ هذه خدناها اكثر من مره. عندنا الفي بي هذه وياها انتبه للسؤال الفي بي بهذه النقطه هذه النقطه يعني فولتيه الارث فولتيه الارث بما انه ما عندي مقاومه هنا انا ما عندي مقاومه على البيس فلذلك الفولتيه راح تكون هي فولتيه الارث فولتيه الارث تساوي صفر فراح تكون في بي تساوي صفر يعني في سي بي تساوي لي في سي. شلون اوجد الفي سي؟ انتبه يمي بالسؤال نرجع للسؤال الفولتيه الفي سي هذه وياها هذه النقطه في سي هي نفسها الفولتيه اللي بهذه النقطه فالفولتيه اللي بهذه النقطه هي تكون من هذه النقطه معروفه الى الارث الى هذه النقطه فالفي سي الفولتيه من هذه النقطه الى الارث الى الارث لهذه النقطه من هذه النقطه لهذه النقطه هذه الفولتيه اللي هنا هي الفي سي سي ناقصا الفي ار سي يعني وتساوي لي اللي هي هذه في سي بي قلنا نفسها الفي سي وتساوي للفي سي سي الفولتيه هنا أنا بهذه المقاومه انتبه يمي الفولتيه اللي بهذه المقاومه ناقص الفولتيه الرئيسيه العفو هاي الفي سي سي ناقصا الفولتيه اللي بهذه المقاومه راح تكون في سي سي ناقصا في ار سي الفولتيه ار سي بين قوسين في ار سي من جايتني من اي سي ار سي اي سي ار سي وتساوي لي في سي سي قد 10 فولت ناقصا اي سي هذا اليوم موجود عندي بالسؤال اللي هو 2.7 في هذا قوس في ار سي اللي هي 2.4 10 ناقصا 2.7 في 2.4
وتساوي لي ايش قد تساوي قيمتها؟ اثنين بوينت سبعة في اثنين بوينت اربعة تقريبا راح تطلع هذه اربعة اربعة بوينت سبعة تطلع تقريبا بالستة ستة بوينت ستة يمكن تطلع تقريبا ستة عشرة ناقصا ستة بوينت أربعة ثمانية ستة بوينت أربعة ثمانية وتساوي وتساوي لي عشرة ناقصا ستة بوينت أربعة ثمانية تبقى ثلاثة بوينت خمسة اثنين ما جاي اكتب هنا وتساوي لي ثلاثة بوينت خمسة اثنين فولت هذه فولتية السي بي مثل هذه الطريقة نحل الأمثلة الباقية يعني نجي أولا ناخذ لوب ونوجد أحد التيارات وبعدين من خلال إيجاد اللوب هسه هذا السؤال مطلوب من الـ VCP والـ IP وجدناهن باقي الأسئلة نشوف إيش طالب من عندنا وأيضا نوجدهن عن طريق اللوبات وعن طريق القوانين الثابتة اللي أخذناها وتشمل جميع أنواع دوائر الترانزستور إلى هنا تنتهي المحاضرة في أمان الله.